لايف جديد لمنصة البائعين أو السرير لاب. النهاردة هنشارك معاك نصايح مهمة عن التحكم في نسبة مرتجعات منتجاتك على نون في موسم اليالو فرايداي. كالعادة هدفنا الأساسي في نون إن احنا نساعدك تزود مبيعاتك وتوصل لأفضل نتائج. ندخل في الموضوع. من أهم المعايير المؤثرة على نجاح البزنس بتاعك هو إنك تتحكم في معدل إرجاع الطلبيات. ما تقلقش، إرجاع المنتجات بيحصل أحياناً لأسباب خارجة عن إرادتنا، لكن نقدر نساعدك أكيد في إنك توصل لأقل نسبة مرتجعات. بس الأول تعال نشوف ليه العملاء بيرجعوا منتج معين. ممكن عشان استلموا منتج غير اللي هم طلبوه فعليا، ممكن كمان ان المنتج وصل بجودة اقل من المتوقع، ممكن بسبب ان المنتج وصل بصورة غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها، ممكن المنتج يرجع بسبب توفر سعر افضل لنفس المنتج في ستور تاني. طب علشان تقلل معدل الارجاع مفروض تعمل ايه؟ مهم جدا تراجع كل الاسكيوز او الاكواد التخزين بتاعت منتجاتك علشان تضمن انه اي اوردر هيحصل على اي منتج هيوصل مظبوط. راجع كل طلب بمنتهى الدقة في مرحلة التعبئة، شيك دايما على حالة المنتج قبل ما تسلمه النون. تأكد انك تحط وصف دقيق للمنتج على الموقع او الابليكيشن عشان تتجنب اي سوء فهم من طرف العميل. صور المنتج لازم تكون واضحة ودقيقة. دوس على اللينك اللي تحت الفيديو عشان تعرف اكتر عن المطلوب منك في صفحة مواصفات المنتج او PVP. تأكد دايما ان سعر منتجاتك بتنافس باقي الستورز على الموقع او الابليكيشن. وفي النهاية بنفكرك لازم تراقب الريفيوز على معدل الإرجاع لحسابك في السيلر لاب. خليك فاكر عشان تزود مبيعاتك لازم تقلل نسبة المرتجعات، خصوصا في مواسم المبيعات الضخمة زي عروض اليالو فرايداي. يلا جهز منتجاتك وعروضك واستعد لأجمد عروض السنة. تقدر تعرف تفاصيل أكتر من اللينكات الموجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، ولو لسه عندك أي سؤال ابعت لنا فورا على ايميل seller@noon.com.